طيب هنتكلم على ابوبيت فوت وير ان دايابيتك بيشنت، ويمكن المحاضره الرائعه بصراحه بتاعه الدكتور ممدوح امبارح عن الفوت وير. احنا بس يمكن احنا معانا شوز بس عمليه، يعني معظم الحاجات اللي قالها دكتور ممدوح هنشوفها على الجزمه اللي اوريدي معانا. طيب دي كيس سيناريو، كان في عيان اصلا جاي فيه السر، لما جينا بصينا على الفوت وير. هي ايه مشكله الفوت وير اصلا؟ المشكله عندنا دايما ان معظم العيانين دايما ما بيهتمش بالجزمه اللي هي لابسها، ولما ما بيهتمش بالجزمه الالسر نفسها لو هو مش لابس ابروبه فوت وير مش هتخف، والعيان لابس جزمه غلط فرصه ان هو تجيله السر كبيره. احنا لازم نبقى عارفين عيان الدايابيتك السنسيشن بتاعته والميكانكس بتاعت الفوت بتبتدي تتغير، بالتالي لو العيان مش لابس فوت وير كويس ده بيأثر ان هو الالسر فيه احتماليه كبيره، ولو الالسر ممكن ما تخفش لو مش لابس فوت وير كويس. طيب اول حاجه لو احنا جينا بصينا على الجزمه ده الاناتومي، احنا عندنا الجزء الخارجي من بره ده اسمه الاوت سول. طيب الجزء الداخلي ده اللي هو الانسول، وده الفرش من ضمن الحاجات المهمه خالص في الفوت وير. طيب الجزء اللي فوق ده اسمه الاور، وده انا عندي هنا الكلوجر، وده هنا عندنا التنج، وده اللي هي الكلوجر. انا مش لازم اقول للعيان اعمل حاجه معينه، مش لازم اقول للعيان هات جزمه طبيه، بس انا بقول له مواصفات الجزمه اللي هنبتدي نفصلها حاجه في حاجه، وبعد كده العيان بيبتدي يختار يروح محل الشوز ويبتدي يختار الجزمه على اساس الابروبت من المواصفات اللي انا قلتها له. طيب في بس معلومه مهمه جدا لازم نبقى عارفين، الجزمه بيلبسها العيان يلبسها جوه البيت وبره البيت. يعني انا ما ينفعش ان العيان بتاعي يبتدي يلبس الجزمه بس بره البيت، لان تلاقي العيان مثلا في حاجه دايما كومن مستيك يقول لك ان هو جاي اصلا يلبس الجزمه بره، طيب يدخل البيت بعد كده يلبس مثلا الشبشب ولا يلبس اي حاجه، طب ما انا كده ما عملتش اصلا المشكله. لسه حتى الدكتور ممدوح كنت بتكلم معاه بيقول لي ان هو كان شايف عيان اصلا جاي له اصلا من بره لابس فوت وير، واول ما دخل العياده لبس جزمه تانية مختلفه، طب ما انا كده ما استفدتش حاجه. يبقى لازم الفوت وير يلبسها العيان جوه يلبسها العيان بره. حاجة مهمة تاني ان العيان كل مرة بيبص فيها بيبص جوه الجزمة، هل في مسمار، هل في طوبة، هل في حاجة معينة ولا لا، ويبص على رجله. العيانين دول بيبقوا فقدين السنسيشن، لو في ألسر موجودة ممكن ما يحسش بيها، عشان كده لازم كل شوية يبتدي يبص على الفوت بتاعته. طيب احنا عندنا اول حاجة اللينس، لو انا جيت ادي بصيت على الجزمة انا بقيس هنا المسافة وبقيس رجل العيان، المفروض ان اللينس يبقى اكتر من رجل العيان بواحد لاتنين سنتي، يبقى انا بشوف طول العيان وابتدي احط صباعي هنا واشوف هل العيان واصل فين ولا لا، وابتدي احس لازم تبقى اطول منه، يبقى ده اول حاجه اللينس. لو انا جيت برضو بصيت على تاني حاجه، انا عندي الدبس لازم يبقى دبس عميق، ما ينفعش يبقى الجزمه بتاعتي لازقه، لازم تبقى اكومديت كل الرجل بتاع العيان. تالت حاجه ببص عليها اللي هي الويدث، لو انا جيت بصيت على الصورتين هنا شايفين هنا لازم انا بشوف من بدايه عرض العيان كلها وابتدي اشوف لازم تبقى اكوموديت، لو هنا جيت بصيت هلاقي ان الرجل بتاعت العيان دي مش اكوموديت كل فوت، يبقى انا بقيس المسافه ولازم بالفعل يبقى انا الجزمه اللي ببتدي اختارها لازم تبقى واخده كل المسافه بتاعت المريض. طيب حاجه تاني اللي هو الاوت سول، الاوت سول اللي هو الجزء من بره خارجي. طيب العيان ده لازم يبقى في بعض الجزم بتبقى الاوت سول بتاعها طري، انا محتاج اوت سول يبقى هارد. ليه؟ للعيان ماشي مثلا في مسمار ولا اي حاجه، لو حاجه طريه عشان في بعض الكوتشات او الحاجات الرابر دي يبتدي يدوس هو اوريدي، لو في مسمار تلاقيه دخل. انا عايز اوت سول يبقى ايه؟ هارد بتاع العيان. طيب بالنسبه للانسول هو في حاجات منه كتير، في حاجات طبعا الكاستم ميد وفي البري فابريكيتد، ده مثلا حاجه بري فابريكيتد، انا حاجه محتاجها رابر. هو في طبعا احسن حاجه ان انا ممكن ابتدي اعملها عيان الكاستم ميد انسول، بس الكاستم ميد انسول مشكلته ان انا محتاج لازم اعمل بلانتر بريشر وده كوست طبعا عيان، في حاجات طبعا بتبقى بري فابريكيتد، فانا لازم اهتم بالفرش، ان في ناس كتير حتى في عينين دايبيتك يبتدي حتى يشيل الانسول عشان مقاس الجزمه نفسه بتاعه مش مناسب، يروح يشيل الانسول ويلبس الجزمه على كده، ما ده بيعمل فرصه الالسر، يبقى انا لازم الانسول بتاعي يبقى رابر واشوف مناسب مع العيان ولا لا. طيب في حاجه برضو اتكلم عليها حتى الدكتور ممدوح اللي هي فكره الروكر تكنيك، الروكر تكنيك لقوا ان انا بتبقى الجزمه بتاعتي شبه الكرسي الهزاز، بتبقى الجزمه بتاعتي مرفوعه سنه، لقوا ان الجزم اللي فيها الروكر ده بيقلل فرصه البلانتر بريشر، بالتالي بيوسع ريدستريبيوشن للبريشر على مستوى الرجل. هي دي الجزمه دي لو انا جيت بصيت عليها هلاقي ان فيها شويه سلايد روكر تكنيك. طيب في حاجه ثانيه مهمه جدا اللي هو الهيل انكلوجر، الهيل انكلوجر اللي هو الجزء من ده. طيب
في ناس كتيره بتلبس اللي هي استنادل. مشكله استنادل وانا بمشي لو انا مفتوح عندي عشان هو ما فيش هيل انكلوجر يبتدي يعمل كلول تاني، يبتدي يتني صوابعه من قدام، فبالتالي بيعمل بريشر على الفرفوت. لكن لما انا ابتدي اعمل هيل كلوجر بيبقى العيان فتت الجزمه فيه كويسه، فبالتالي البريشر بيبتدي يتوزع كويس. عشان كده الصنادل والحاجات دي ما تنفعش في حاله الدايبيتيك، يعني انا لازم يبقى فيها هيل انكلوجر. طيب ايه تاني ببص عليه؟ الكلوجر او الفيكسيشن. هنا ده القفله بتاعه العيان. لو انا جيت بصيت انا عندي فيه انواع زي الليسز او الرباط، من افضل الحاجات اللي هي الحاجات اللي فيها ليسز ان انا اقدر اتحكم في الفتحه بتاعه الجزمه. في بعض الجزم بيبقى الليسز اوريدي فيكسد، انا ما ينفعش لان انا لازم ببتدي ما تبقاش واسعه على العيان خالص ولا تبقى ضيقه على العيان، بالتالي لازم الكلوجر يا اما تبقى حاجه زي الليسز زي الجزمه اللي معانا كده او البرباط، ان انا اقدر اكوميديت السايز بتاعها على حسب سايز بتاع العيان. طيب دي بعض الامثله يا بروبيت فوتوير. يعني انا لو جيت بصيت هنا دي ما فيهاش الانكلوجر، هنا من قدام اصلا الويدث ولا اللينس بتاعها تبقى مناسبه للعيان. الهيل هنا الهيل ده واسع، فبالتالي دي كلها حاجات عرضه ليه؟ ulceration. ده بوينت تب. دي كلها امثله لحاجات الان ابروبريت، السليبرز والستاندلز. الفكره برضو لازم انبه على العيان، ما ينفعش السليبر دي يلبسها العيان اندور، يعني لازم العيان الدايبيتك يلبس الجزمه او الدور اندور، مش يلبس الجزمه بس بره ويجي اندور يلبس الشبشب او الستاندل، مش هينفع. الرابر شوز دي الاوت سول بتاعها اصلا طري، لازم يبقى هارد. طيب دي طبعا ده للعيان الدايبيتك في العموم. طب لو انا عندي ألسر في حاجات كتيره طبعا زي النون ريموفابل ني كاست والريموفابل ني كاست والريموفابل انكل هاي، وفي طبعا حاجات كتير. مثلا لو في ألسر انا ممكن ابتدي البس له، لو انا عندي ألسر في الفور فوت ما ينفعش مثلا البس له حاجه هنا، الألسر اذا كانت هي موجوده في الفور فوت وانا لبس العيان جزمه زي كده هو عامل بريشر على الحته دي، فبالتالي دي ان ابروبيت. يبقى مهم جدا ان انا لازم اختار العيان الفوت وير تبقى مناسبه لكل العيان. عند مني ثانكس.